السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكانكم مشاهدينا الكرام أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، والتي من خلالها أيضا يمكن لكم أن ترسلوا لنا رسائلكم النصية عن طريق الرقم المخصص للواتساب، والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. تساءل عراقيون في منصات التواصل الاجتماعي عن مصير شعارات المقاومة التي ترفعها ميليشيات الحشد، والتي لطالما تبجحت بها في ظل العدوان على قطاع غزة والفلسطينيين. ولم يستغرب العراقيون الذين لطالما فضحوا ما يعرف بمحور المقاومة الولائي من صمت الميليشيات وعدم اتخاذها أي فعل على الأرض والاكتفاء بالاستعراضات والبيانات. وأكد العراقيون أن هذه الميليشيات وجدت لقتال العراقيين وتهجيرهم، فضلا عن السوريين واليمنيين واللبنانيين، وكل ذلك خدمة لأهداف إيران الطائفية، ولا يمكن أن تكون بأي شكل من الأشكال بندقية ضد الكيان الصهيوني. طبعا تفاعل العراقيون مع استعراضات هذه الميليشيات في شارع فلسطين وسط بغداد بموجة سخرية كبيرة، بعد أن ظلت هذه الميليشيات طريقها واستعرضت في شارع فلسطين ببغداد بدلا من المشاركة في القتال في فلسطين المحتلة. دعونا نشاهد جانبا من استعراض ميليشيات الحشد في شارع فلسطين، والتي أثارت موجة من السخرية. نكمل مشاهدينا الكرام مع هذا الموضوع. طبعا مارس زعماء الميليشيات في العراق دورا كوميديا كما يوصف محليا، حينما أطلقوا العنان لتهديداتهم التي وصفت بالجوفاء من قبل العراقيين، إذ هدد زعيم ميليشيا بدر هادي العامري بالتدخل في الحرب إذا ما تدخلت أمريكا، وكأن الولايات المتحدة نأت بنفسها ولم تشارك في دعم الكيان الصهيوني منذ اللحظة الأولى لعملية طوفان الأقصى. واستقبل العراقيون تصريحات العامري بموجة سخرية، فمنهم من ذكر بتلقي ميليشيا بدر تمويلا أمريكيا وفقا لوثائق أمريكية مسربة، وفي وقت يهدد اليوم زعيم هذه الميليشيا بالقتال. وأيضا منهم من ذكر بخشية العامري من الولايات المتحدة حينما وضع سجادة على علمهم عند استعراض الميليشيات خشية من ردة فعلها كما يقول عراقيون. ومنهم من تساءل عن مصير تهديداته السابقة بالثأر من أمريكا عقب مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. دعونا نستمع لتصريح هادي العامري قبل الذهاب لاستعراض التعليقات. وموقفنا واضح وعلى الأمريكان يفهم موجودة، إذا تدخلوا نتدخل بكل وجود. إذا لم تدخل الأمريكا علنا في هذا المعنى كل الأهداف الأمريكية نعتبرها حلال نستهدفها ولا نتردد من الاستهداف. وعليهم أن يوقفوا الدعم لهذا التيار الصهيوني. وعلى الدول الأوروبية أن تفهم ذلك. مشاهدينا الكرام بعض التعليقات بشأن هذين المقطعين. لدينا تعليق من مصطفى يقول: حدكم استعراض بشارع فلسطين وقصائد حماسية لا غير. ضياء الكعبي يقول: السفيرة راح تزعل إذا سمعت بكلامك أبو حسن، أعصابك عيوني.
عزيز يقول شبعنا من التصريحات، إذا أنتم فعلا رجال اذهبوا وشاركوا في القتال. وتعليق من مصطفى يقول دقعد واستشن، منو جابك للسلطة؟ الحلو بذولة هو وجماعته مصدقين الدور اللي هم بيه. دعونا نستمع مشاهدينا الكرام لرأي السيد أبو علي من واسط. تفضل يا أبو علي، حياك الله. السلام عليكم سيد الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله. جمهورك أشد على إيد المقاومة، كل واحد يقاوم المحتل. نعم. يقاوم من يأخذ أرضه، يقاوم بصدق. هذا أشد على إيده. نترحم على شهداء فلسطين، ندعو الله سبحانه وتعالى الشفاء العاجل لكل الجرحى. وما لنا إلا الدعاء بس، لأن بصراحة أهل غزة فقدوا الأمل في البشر، فظل بس رب العالمين. احنا نقول الان اللي هذه طبعا هذه جتهم استاذ محمد، هذه دعايه انتخابيه للانتخابات الجديده، هذه معكم جاي الانتخابات. قصدك جماعه الحكومه، حكومه لا هي الحكومه ما الإطار؟ لا الجماعه دول اللي يهددون الاطار الميليشيات. تدري هاي اجتي تفضحهم وتاكد خيبتهم وفشلهم وكذبهم. هم من زمان استاذ، يعني ما اجتي تدعمهم باي شكل. نعم. هذا مو جديدة، يعني اليوم من يصورون لي مقطع هم بنينوى يقول يسأل والله راح إن فلسطين من الأردن كم طيارات وروح، ليش ترحون عن طريق الأردن؟ أنتم مو أساسا لكم مرتزقة ولكم ميليشيات موجودة بسوريا؟ طبعا سيروا روحوا الجولان وروحوا حاربوا. زين. لبنان. لبنان موجودة حسن نصر الله اللي صدع رؤوس العالم. اطلق له قذيفتين بمناطق فارغه من السكان. مو هو تدري شو اليوم يقول هذول التابعين الفلسطينيين الفصائل الفلسطينيه موجوده فيه. هو تفرق قال انا ما املك بس الدعاء. نعم. زين روحوا الحسن نصر الله، مو جماعتكم؟ روحوا من الناس دخلوا بلبنان وفتحوا جبهه على 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 الكيان الصهيوني حتى تساعدون تخفضون الضغط على غزه. يعني هو اكو اكثر من هاي الفرصه المثاليه حتى يشاركون بها؟ ماكو سيدي الكريم، اول ليش ماكو مثل هذه الفرصه المثاليه؟ لان اولا القوات المقاومه الفلسطينيه هزت الكيان الصهيوني، دخلت للعمق. حررت مناطق انا اسميها تحرير، تحرير مناطق ضعفين غزه هذول الموجودين. زين كبيرهم اللي علمهم السحر خامنئي اليوم يحلف يقول والله احنا ما لنا شغل ولا دخلنا ولا انطيناها. لا منتظرين. هم شنو باوع؟ هم شو يقولون؟ يقولون منتظرين امريكا تتدخل حتى احنا نضرب ونستهدف المصالح الأمريكية. أنا بس سؤالي، هم ذولا اللي بالعراق اللي كل واحد منهم شيخ المجاهدين يسموه، ذولا الجماعة مالتهم اللي يشتغلون بالإعلام، هذولا اللي لهم عليهم توصيفات هواي بالشارع العراقي، شو قلبوا كلهم محللين سياسيين ونشطاء في السوشيال ميديا. وين السلاح؟ وين احنا لدينا سلاح اقوى من الدوله؟ يقول هذا العامري في الوقت السابق. شوف سيد الكريم، شوف تعليقاتهم هم. طبعا هم ونفس الشيء حتى الحوثيين ايران موزع عليهم نفس الكلام يقولونه. يقول اذا شاركت امريكا احنا نقاتل. زين امريكا نزلت حمله الطائرات الشرق المتوسط. امريكا باول يوم تبرعت 8 مليارات دولار للكيان الصهيوني. وقال راح ندز اسلحه نحولها من اوكرانيا ندزها لفلسطين. يعني ايش وقت امريكا تتدخل؟ امريكا راح ترسل جنودها تدزهم؟ والمخزون الامريكي للسلاح اللي هو المفروض يستخدم ضمن عمليات امريكا بالشرق الاوسط وغيرها، قالت ما عندنا مشكله يستخدم الكيان الصهيوني عادي. يعني هذا مو تدخل؟ يعني ايش باقي؟ بس انه ينزلون المقاتلين لابسين الزي الامريكي حتى تقتنعون انه امريكا مشاركه في هذه الحرب؟ يقتنعون. شوف هم وصفهم اللي اسسهم نور المالكي شنو قال؟ أمة شنو هو قال؟ قال أمة الجبناء، هو قال مو احنا قلنا. ما حد يقول، هم قال أمة الجبناء. لذلك اليوم حتى اليوم مقتدى الصدر والله أنا أدب في عمامتي لو تشربوا المي، عمامتي تشرب مي؟ زين ما ترحون؟ مو هو فعلاً يعني بلاش. يعني سوريا رميت حجر، وعدهم النجباء، يعني هذا أكرم الكعبي اللي ذبح السوريين، اللي ارتكب مجازر بحق الشرفاء في سوريا والأبرياء والأطفال والنساء على مرمى حجر من الكيان الصهيوني. بس ما لا هو ايش يسوي أكرم الكعبي؟ يريد ينظم مسيرة بالسيارات هورنات وأعلام بشوارع العراق. نعم شارع فلسطين. والله احنا طبينا فلسطين سيدي الكريم. اليوم يعني الضربة اللي وجهتها حماس لإسرائيل عرت
كل واحد يدعي باسم المقاومة. نعم. اليوم هذا الكذب اليوم طلعت عليهم، طلع عليهم انهم انتم امه مثل ما قال كبيرهم امه جبناء اسرائيل. هذه اكبر فرصه، هم ملتهين بالاستثمارات على قولة احد المواطنين. انا اشكرك سيد ابو علي من وسط، على قولة احد المواطنين بالسوشيال ميديا يقول اذا يروحون الفلسطين المن حيعوفون هاي الكراسي والمناصب؟ المن راح يعوفون الحكومه والانتخابات مال مجالس المحافظات والبرلمان والعز؟ المن معقوله يضحون بهاي الامور كلها في سبيل المقاومه؟ يروحون يشيلون سلاحهم ويروحون يقاتلون؟ طيب مصانع الكريستال والكريستال ميث والمخدرات بالعراق المن يعوفوهن؟ يعني ذني هاي الامبراطوريات اللي اسسوها امبراطوريات الكحول وصالات القمار وبيوت الدعاره والمخدرات، معقوله يفرطون بها في سبيل الصلاه في المسجد الاقصى؟ خلونا ننتقل الى موضوع اخر مشاهدينا الكرام، ننتقل مع حضراتكم الى قضيه اخرى. حذر محللون اقتصاديون من استمرار التخبط في قرارات البنك المركزي العراقي وحلوله الترقيعية التي لن تحل أزمة التذبذب في سعر الصرف في السوق المحلي، وشددوا على ضرورة إصلاح النظام المصرفي من أجل السيطرة على مزاد العملة الذي تسيطر عليه أحزاب وكتل سياسية تدفع إلى استمرار فوضى الصرف في العراق، وذلك خدمة لمصالحها الشخصية. كما تتصاعد شكاوى من المواطنين العراقيين الذين يواجهون صعوبة في الحصول على الدولار، كما لم يتمكن المودعون وزبائن المصارف في بغداد منذ أيام من سحب المبالغ المطلوبة لهم بالدولار بالرغم من ادعاء البنك المركزي العراقي بضرورة صرف الحوالات الواردة من الخارج أو من كان حسابه بالدولار في هذه المصارف إلى مستحقيها بالعملة الأجنبية. طبعا بعض المصارف في العراق لا تزال تمتنع عن الصرف، فيما صرفت أخرى مبالغ محدودة للزبائن الذين اصطفوا في طوابير طويلة، ما أثار غضب المودعين الذين طالبوا بصرف حوالاتهم كاملة. دعونا نتابع كيف بدت الصورة من مصرف بغداد الأهلي. نبقى مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر، إذ يواصل سعر الصرف تحقيق قفزات غير مسبوقة، حيث سجل السوق الموازي تراجعا حادا في قيمة الدينار العراقي بلغت 1650 دينارا للدولار الواحد، بفارق كبير عن القيمة الرسمية المقررة في البنك المركزي والبالغة 1320 دينارا عراقي لكل دولار. وأكد متداولون أنه من المتوقع أن يشهد الدينار العراقي انخفاضا جديدا بسبب شح الدولار واستمرار الطلب من قبل التجار والمسافرين خارج أو إلى خارج البلد. هذا وامتنعت جميع المصارف العراقية الحكومية والأهلية عن تسليم الدولار إلى المواطنين إلا البعض طبعا التي صرفت كما قلنا قبل قليل مبالغ قليلة للذين لديهم حسابات مصرفية أو حوالات خارجية أو أولئك الذين يتقاضون رواتب بالدولار، مما خلق حالة من الإرباك والتذمر بين الزبائن الذين طالبوا بتسليمهم مستحقاتهم بالعملة الأجنبية. دعونا نشاهد كيف اصطف المئات من موظفي الشركات الأهلية ممن يتقاضون رواتبهم بالعملة الأجنبية أمام أحد المصارف الأهلية في بغداد بعد امتناع المصرف عن صرف رواتبهم بالدولار وإصراره على تسليمها إياهم بالسعر الرسمي. لنشاهد. عمي مصرف بغداد انتوا جاي تسوون فتنة، جاي تسوون بلبلة، ذول موظفين صار سنين رواتبهم يقبضوها بالدولار، انتوا لوتية ننطيكم بالعراقي وتخلون الفرق بجيبكم. نستعرض الآن مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. محمد يقول: مو بس بغداد، بكل محافظات العراق ماكو تسليم للدولار، رغم نستلم حوالة بالدولار تروح للمصرف يقول لك أنطيك دينار على 132 ألف، غيرها ما عندي. تعالوا شوف الذلة والمهزلة، أغلب الزبائن فقدت الثقة بالمصارف وماكو حل بديل. الحكومة الفاسدة
مصرين ومستمرين بالبلد نحو الهاوية. طيب لدينا موضوع، لدينا تعليق من باقر يقول: البلد اللي تتحكم به إيران ما يستقر أبد، وبعد وبعد نوصل نفس لبنان. تعليق من رامي يقول: الأحزاب والعلاق راح يودون العراق للكارثة. وأبو الصوف يقول: نفس ما حصل في لبنان والقادم أسوأ. ننتقل إلى موضوع آخر لدينا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة. تظاهر عدد من خريجي هندسة النفط أمام بوابة شركة نفط البصرة للمطالبة بالتعيين، وأكد المهندسون أنهم منذ فترة يخرجون بتظاهرات لغرض إيجاد فرص عمل لهم كأجر يومي أو عقد ضمن ملاك الشركات النفطية على موازنة العام الحالي دون أن تستجيب الحكومة لهم. هذا وردد المهندسون هتافات تطالب بالتعيينات وتنتقد التسويف والمماطلة لمطالبهم. دعونا نشاهد. طبعا مشاهدينا الكرام نبقى مع نفس الموضوع، وبالرغم من التزام المتظاهرين كما تابعتم بالمقطع السابق بالسلمية، تعرض عدد من المهندسين المشاركين في هذه التظاهرة أمام شركة نفط البصرة تعرضوا للضرب على يد القوات الحكومية، فضلا عن اعتقال عدد آخر منهم. وبيّنت صور متداولة الاعتداءات التي تعرض لها المهندسون المحتجون من قبل شرطة النفط قرب شركة نفط البصرة. لنشاهد. تابع مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. ياسر يقول: انكسرت ايدك يا فارغ، ليش التعدي والتجاوز على من يطالب بحقه؟ أحمد يقول: ناس تدور حقها، ليش تعتدون عليهم؟ والله لازم دعوة قضائية ضد المنتسبين المعتدين. على كيفك أحمد، وين القضاء؟ عندنا زيد يقول: وزارة النفط صار تعيينها للواسطات، عندك واسطة حتى لو تكون خريج ابتدائية تتعين، أما تكون مهندس نفط انسى بدون واسطة، لأن الوزارة تحتاج أبو الابتدائية يفيدها بخبرات الرصينة ويسوي رؤية للمستقبل. أحمد يقول: هذا حتى ابتدائية ما عنده، ويشمر ويعتدي على المهندس، على مهندس النفط اللي يسواه هو ودولته الحرامية. ننتقل مشاهدينا الكرام الآن إلى موضوع آخر لدينا في هذه الحلقة، وننتقل إلى الغرامات المرورية التعسفية. إذ عبر مواطنون في محافظة نينوى عن غضبهم واستيائهم بسبب فرض مديرية المرور غرامات عليهم بطريقة تعسفية كما وصفوها. وأظهر مقطع فيديو متداول مواطنا يشكو فرض المرور غرامة مالية عليه خلال وقوف سيارته وعدد من السيارات الأخرى المركونة بالقرب من جامع النبي شيت بمناسبة افتتاحه في مدينة الموصل. لنشاهد. اليوم احتفالات جامع النبي شيت
الناس كلها جايين يحتفلون بافتتاح الجامع، جايين المرور ومغرمين كل السيارات، كل السيارات مغرميهم بحجة شنو؟ إن المرور ما يشتغل وجت عليهم أوامر وماكو وقفة لأي سيارة بالنبي شيد. وهاي الناس كلها جايين مغرميهم، كلها غرامات بدون أي عذر. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام، نأتيكم بشيء أغرب. من نينوى إلى بغداد، حيث انتقد مواطن يسكن حي الكرادة دائرة المرور العامة، انتقدها بعد أن تلقى مخالفة مرورية من قبل أحد ضباط المرور بسبب ركن سيارته أمام منزله. وتساءل المواطن عن هذه الازدواجية في التعامل في وقت يترك فيه المخالفون الحقيقيون، بينما يخالف حتى من يقوم بصف سيارته أمام منزله في ظل نقص الجراجات المخصصة لركن السيارات وعدم توفيرها من قبل الدولة، وعلى الرغم من جبايتها للأموال تحت أبواب كثيرة أو ما يعرف بأبواب الطرق والجسور. دعونا نشاهد. حبيبي أنت بالكرادة بشارع لورزدي، زين أنت من قصيت لي وصل، أنا غير ساكن هنا، وين أودي هالسيارة؟ أشيلها صعدها فوق؟ ترى مو منطقي هذا. أدري أنت جاي تقص صولات هناك، ليش ما رحت قصيت هناك يم الكبة؟ ليش هنا أنا جاي تقص صولات؟ هاي مو سيارات هناك واقفة، لو هناك حلال وهنا حرام، راح مع لوالديك ترى ماكو شيء. وبما أن العراق دولة قانون كما توصف من قبل المسؤولين في العراق ومن قبل الأحزاب، وكلما تنتقد حالة يخرج من يتصدى لها، دعونا نريكم حال القانون والنظام في العراق الذي يطبق على الجميع طبعا. في منطقة الكرادة ببغداد، وثق مواطن لحظة تلقي ضابط في شرطة المرور قرب المسرح الوطني في بغداد، تلقى رشوة مقدارها 25 ألف دينار عراقي بعد أن قام بتهديد المواطن بتحرير مخالفة مرورية ب 200 ألف دينار لعدم ارتداء حزام الأمان، قبل أن يتراجع عن تحرير المخالفة مقابل أخذ هذه الرشوة. لنشاهد. طبعا انا من السنه هذا حد الان الطفل راح سلك حتى نطلع سؤال ايش هذا والله متخربط والله شاهد شو وياك متخربط وايد احنا سوا ها ما صح حصلت قبل ايه شيء حتى نطلع سوا طالعين هو انا عندنا ما نطيش شيء مشي يلا روح حالك حالك خلص وحضر. خاطر بعد واني ما انا خاطر يلا يلا امشي احنا كلنا خاطر واحد جازة هذا يطلع لي جازة يلا امشي. نستعرض التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذه المقاطع. مصطفى يقول ليش ما لابس حزام؟ شلون انت حريص على المواطن؟ قفاصة تأخذون مال الطرق والجسور من المواطن وشوارعكم زبالة. تعليق من علي يقول البعض من شرطة المرور سلابة واقفين بالشارع مو شرطة، والبعض لا والله أرفع لهم القبعة. أكيد طبعا. أبو أحمد يقول المرور نقمة مو نعمة بالشارع على الناس، والله حتى لو واقفوا بمكان أصولي هم يغرمك. تعليق من أحمد يقول شغلة عادية قابل راح يحاسبوهم الحكومة، الحكومة تدري كل جزين. نسمع رأي السيد محمد من أمريكا، تفضل يا محمد. محمد من أمريكا حياك الله يا محمد. عمري السؤال الأول، هذا العمر يطلع الميليشيات، هذا خنزير هو عم وين تحدى يوصل؟ اي هم ليرة تابعين وإسرائيل، قسما بالله هم دول هم جا كتلهم بالشعب العراقي. يا إسرائيل أتحدى لا يطب يوصل الرمادي عنا كلهم قسما بالله هم جاي يكتلهم بالشعب العراقي عنا هم دمروا على قولة واحد اللي من الشباب اللي علقه، هو منو اللي جابهم لحكم العراق غير أمريكا وإسرائيل؟ رحمة الوالدك هم يشتغلوا صالح إسرائيل قسما بالله كلهم، لا تقول لي مقتدى وغير مقتدى، كلهم قسما بالله من 2003 والله العظيم اتحداهم خلي يصيروا مثل الابطال فلسطين
فتحداهم الى صاروا مثلهم. يخافون يخافون على الكراسي، خاف تروح منهم، تروح للعراقيين. والله دقيقه ما يبقون بالسلطه، الله الله شاهد، بس يتحركون. ما يصبرون، قلت لك الفلوجه ما يصبرون. والله والله العظيم هم يستغلون صالح اسرائيل قسما بالله. ليس العراق، هم اسرائيل وايران. ايران وايران سوية اسرائيل قسما بالله. هم واحد ابن عبد الله عمل زلزال، حكون على الشعب العراقي. الشعب العراقي ما للاسف نايم، محشش ونايم. خلي قب عليهم يوميا، حاقدهم جماعه وقاتلهم. تحياتي لك استاذ محمد. شكرا جزيلا سيد محمد من امريكا، شكرا للمشاركه. مشاهدينا الكرام، نذهب الى فاصل قصير ومن بعده نعود لنكمل مع حضراتكم فقراتنا في حلقه صوتكم لهذا المساء. الوطن هو امي وابي. الوطن قبل كل شيء هو الهويه، هو منو انا ومنو انت ومنو احنا كلنا. الوطن طمانينه، الوطن راحه، الوطن استقرار. تنزل في المطار تشعر انه انت غير، يعني ما تحتاج شيء، انه انت هذا بلدك يعني واهلك. اكيد الوطن يعني كل شيء في حياه الفرد، ولادته، طفولته، ناسه واهله. الوطن هو اغلى شيء في حياه كل انسان، هو الماء الذي نشربه. في أي إطار توضع بيانات الميليشيات في العراق في ادعائها مساندة طوفان الأقصى؟ وهل هي صادقة في ذلك؟ كيف لميليشيات قتلت الفلسطينيين في العراق بعد عام 2003 وهجرتهم أن تدعي مساندة المقاومة الفلسطينية؟ وما هي مكاسب إيران وأدواتها المتمثلة بالميليشيات من حمل شعار تحرير القدس منذ عام 1979؟ هذه المحاور نناقشها في حلقة تحت الضوء المقبلة بعنوان الميليشيات في العراق ادعاءات صارخة بمساندة طوفان الأقصى. حياكم الله مرة ثانية مشاهدينا الكرام. نصل الآن إلى فقرة الإنفوغرافيك، إذ حذرت مصادر حقوقية من استمرار مصادقة رئاسة الجمهورية على أحكام الإعدام للمعتقلين بوشاية المخبر السري، في وقت تشوب المنظمة القضائية أو المنظومة القضائية عيوبا تفتقد فيها المحاكمات لمعايير العدالة الأساسية وعدم توفر وسائل الدفاع عن المعتقلين، لدرجة أصبح فيها المحامي نفسه هو قيد الاتهام والتهديد. طبعا نددت المصادر بالإجراءات الانتقامية التي تمارسها السلطات ضد المعتقلين داخل السجون، وأكدت أن المصادقات الجديدة على مراسيم الإعدام دلالة صارخة على مضي حكومة الإطار التنسيقي بالنهج الاستبدادي القائم منذ عام 2003، وذلك من خلال إصدار الأحكام القسرية ضد المعتقلين بالرغم من وعودها بإصدار قانون العفو العام. وجاء تنديد المصادر الحقوقية تزامنا مع حلول اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يوافق في العاشر من شهر تشرين أول، في وقت تستخدم السلطات الحكومية في العراق هذه العقوبة بشكل تعسفي وبدوافع طائفية. دعونا مشاهدينا الكرام نشاهد المزيد من التفاصيل بشأن هذا الموضوع مع هذا الانفوغرافيك من إعداد قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية. We'll be right back.
مشاهدينا نستمع لرأي السيد شاكر من السويد. تفضل سيد شاكر، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، حياك الله سيد شاكر. رأيك باستعراضات ميليشيات الحشد في العراق بشارع فلسطين، أهم شيء تكون الاستعراضات بشارع فلسطين نصرة للأقصى ونصرة للمقاومة الفلسطينية اللي داخل الآن في معارك مع الكيان الصهيوني. طبعا نحن نشيد بهاي الخطوة الجبارة اللي قدموها أخواننا الفلسطينيين في غزة، هؤلاء أبطال ويستحقون أن ننحني لهم ونرفع لهم القبعة. لكن هذه الميليشيات التي في العراق تستعرض عضلاتها على الشعب العراقي، تستعرض عضلاتها من أجل كسب المال الغير المشروع، تستعرض عضلاتها من أجل كسر إرادة الشعب العراقي وثورة تشرين. هؤلاء لا يمثلون المقاومة الحقيقية. المقاومة الحقيقية هي أن يكون مع الشعب العراقي لا ضد الشعب العراقي. بالأمس القريب نراهم ضد أمريكا وضد إسرائيل والصواريخ العمياء التي تضرب هنا وهناك قرب السفارة الأمريكية، وبعد أن أصبحوا في صفقة مع الأمريكان الأرذال نراهم غيروا كل ملامح المقاومة. هؤلاء أصحاب مقاولة وليس أصحاب مقاومة. المقاومة الشريفة هي التي من تنصر شعبها من الطغيان. المقاومة الشريفة هي التي تكون مع الفقير ضد الطغيان. المقاومة الشريفة هي التي تطرد الكويتيين من احتلال الجزر الثلاث التي احتلها الكويت. المقاومة الشريفة تكون مع الشعب العراقي، لا يعني أن ترفع الدولار. طلعت ما شاء الله عندهم زعماء الميليشيات، يعني قيس الخزعلي وأكرم الكعبي وهادي العامري، طلعت عندهم مهارات بالكتابة، يعني تدري طلعوا ما شاء الله خطهم حلو وصياغتهم للجمل مرتبة، بحيث بالسوشيال ميديا كل شوية نازلين ببيان. أدري هاي الأسلحة العادة اللي تكدسون بيها والمخازن اللي تارسة العراق اللي كل يوم تنفجر على عائلة سكنية، واستعراضاتكم المسلحة وأنتم شيوخ المقاومة، على منو هاي الأمور العاد؟ وين هذا السلاح؟ على منو راح يستخدم؟ أخي العزيز، هذا السلاح لقمع الشعب العراقي، لقمع ثورة تشرين، لقمع الأحرار، لقمع الصوت الحقيقي. هؤلاء عبارة عن فقاعة كما وصفها المالكي. هؤلاء عبارة عن قادة ميليشيات ولست قادة الدولة، وهؤلاء لا يصلحون لقيادة الشعب العراقي. وورقة المقاومة سقطت في العراق، وهذه أنفاسهم الأخيرة، وأمريكا تبحث عن البديل، وفي القريب العاجل إن شاء الله يكون التغيير من الداخل وليس يمكن من يمكن أختلف وياك بهذا الرأي، لأن أمريكا مكيف عليهم، أكو مثلهم أصلا، أكو مثلهم يحققون المصالح الأمريكية، أكو مثلهم يفيدون أمريكا بالعراق. أخي الآن بالنسبة لي رأيي كان واضح من زمان، وفي عدة مقابلات صرحت عن رأيي. إذا يأتي التغيير من الخارج سوف تكون الفاتورة باهظة الثمن. وأنت تعرف يا صديقي، عندما أسقطوا نظام صدام وجاء الاحتلال، هم من حلوا الجيش العراقي، هم من حلوا المؤسسات، هم من دخلوا الميليشيات، هم من دخلوا المواد المخدرة، وذلك لإضعاف الشعب العراقي وإتعاب الشعب العراقي وإدخاله في متاهات لمصالحهم الخاصة. وهذه بيادق بيد الأمريكان، الخزعلي ولا المالكي ولا العامري، كلهم ديول أمريكا وإيران. نعم، أشكرك سيد شاكر من السويد، وصلت الفكرة. نسمع رأي السيد أبو علي من الديوانية. تفضل يا أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظيم، أنا ما له علاقة بالسياسة، بس أقول الجهاد الكبير من يبنون بيوت تلفق للتجاوز. نعم، هذا مو أكبر جهاد. بتبنون المستشفيات بالجنوب لنا اللي ما عدا حباية وجعرات المستشفيات. هاي مو خيرة من ألف جهاد. نعم. اللي ما يلقاسل القاعد يشرب بيه من الصرف الصحي، هذا مو أكبر من الجهاد السياسي. تشرب بيه ملايين
نعم. ليش ما سووا هذا الشيء يا ابو علي؟ فقدنا الاتصال للاسف يا السيد ابو علي من الديوانيه. يعني ليش ما سووا هاي الامور؟ ليش ما قاوموا الفقر؟ ليش ما قاوموا الفساد؟ ليش ما قاوموا المخدرات؟ ليش ما قاوموا النظام القضائي الفاسد الغير عادل بتصنيفات الامم المتحده؟ ليش ما قاوموا المشكله اللي يعاني منها التعليم بالعراق؟ ليش ما قاوموا الترهل بمؤسسات الدوله؟ ليش ما قاوموا الفوضى والمعاناه في قطاع الصحه العراقي؟ وين مقاومتكم؟ اذا انتم الامريكان ماذا تقاومون؟ الكيان الصهيوني وجدكم الفرصه ودعاكم، كتائب القسام وجهت لكم دعوه مباشره، شاركوا والتحموا ويانا، ما رحتوا. طيب انتم لمن تقاومون؟ مقاومتكم لشنو؟ خلونا ننتقل مشاهدينا الكرام الى موضوع اخر في هذه الحلقه. تتواصل الاشتباكات في مواقع ومستوطنات للاحتلال في رابع يوم على عملية طوفان الأقصى، في وقت تشن فيه قوات الاحتلال الصهيوني غارات قالت إنها الأعنف منذ سنوات على مختلف مناطق قطاع غزة. وبينما تجاوز عدد قتلى الاحتلال 1000 قتيل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة القتلى في غزة والضفة الغربية إلى نحو 900 منذ فجر السبت، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن. ومع تدفق الصور المؤلمة من غزة لآثار القصف والعدوان، يتواصل الغضب الشعبي والعربي والفلسطيني على منصة إكس بعد أن تصدر واسم غزة تحت القصف. دعونا نتابع بعضا من هذه التعليقات. مؤمن يقول: أحدثكم من مدينة غزة، لا ترهبنا المجازر ولا ترهبنا كل المحاولات أو كل محاولات التخويف. الفلسطيني الغزاوي المقاتل لا يخاف أبدا من هذا المحتل ولا ترهبه كل التهديدات، وسنهزم الاحتلال كما هزمناه سابقا وسنبقى مع المقاومة. لدينا تعليق من علي يقول: اللهم كما جعلتها بردا وسلاما على سيدنا إبراهيم فاجعلها بردا وسلاما على عبادك من أهل غزة. محمد يقول: يروى أنه قيل لعمر المختار: إيطاليا تملك طائرات ونحن لا نملكها، فقال: هل تحلق فوق العرش أم تحته؟ فقالوا: تحته. فقال: من فوق العرش معنا؟ من فوق العرش معنا فلا يخيفنا من تحته. تسنيم تقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، سورة آل عمران. يا أهل فلسطين، يا أصحاب أرض فلسطين الشرعيين، أنتم أصحاب الحق وبني إسرائيل أصحاب الباطل، والله والمسلمين وأحرار العالم أصحاب الضمائر الحية معكم. طبعا كانت هذه مشاهدينا الكرام التعليقات التي وردت طبعا بشأن هذا الموضوع. دعونا نستمع لرأي السيد أبو عبد الله من صلاح الدين، تفضل يا أبو عبد الله. السلام عليكم سادة العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سادة العزيز، أنت تقول دزولهم دعوة من قيادة حماس للمقاومة. إي. زين سادة العزيز، من يعوفون العراق ويروحون غادي، زين من يظل يجيب مخدرات؟ صحيح. من يظل يلعب بالدولار؟ من يظل يطلع العملة برا؟ نعم. شلون؟ يعني هاي مقاومتهم نايمة بالعراق. ما يعرفون، ما يقدرون ينامون برا قصورهم، تعرف؟ لا لا لا، مو قصورهم، ما يرتاحون بالنوم. هنا الشاليهات والملاحي وهذا الكل هنا، من يدير هنا شلون؟ نعم نعم. يعني انت اقول لك يدور جنه، هو ايش له بالجنه؟ عنده الدنيا هسه. يعني المالكي صراحه نور المالكي كان دقيق وصريح وصادق، وهو الكاذب صادق في 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 تصريحه لما قال بانه مهتمين بالاستثمارات، لما قال عليهم أمة الجبناء. يعني فعلا المن راح يعوفون هذا العز وهالامبراطوريات اللي أسسوها على مود ايش؟ ان شاء الله أبان منصورة، ان شاء الله أبان منصورة، وان شاء الله تقوم عليهم مثل ثورة العشرين. شلون هسه هاي قامت الثورة في فلسطين على هذول الناس الدايحة، هذول الإسرائيليين الدايحين، هذول الناس الخضراء. نعم. أبو الأمم المتحدة اللي تجهز إسرائيل، لأن على حسب سامع وحسب بس من يعني بس على كيف أنا على أبونا بس لحظة أبو الأمم المتحدة على كيف هم طبعا يعني الأقنعة اللي تختبئ خلفها كثير من دول العالم ومن الشخصيات
تنكشف باللحظات الحاسمة، ومن ضمن هاي اللحظات هم اللي تكشف حقيقة الأشخاص هي الجماعات الموجودة عندنا بالعراق، الأحزاب اللي ما شاء الله يريدون يصلون بالمسجد الأقصى ويريدون يحررون القدس وقادمون يا أقصى، اللي صارت هاي الشعارات رفعت على أشلاء وجثث الأبرياء بسوريا وباليمن وبالعراق وبلبنان. طيب عجبا إذا بهيك لحظات وبهيك مواقف ما راح يتدخلون، شو وقت راح يدخلون في معارك مع الكيان الصهيوني؟ إلا يصحى أستاذ العزيز هو من يروح يريد يصلي، أي. غير يكون يروح على وضوء. نعم. يعني ما خلاص يروح شكران يوم كبسل. يعني وقية قوتر الصلاة، يعني صلاة يعني بس وقف على السجادة وقال الله أكبر. يا عمي هذول خلينا نصون داخلهم، خلينا نصون داخلهم. ليش الساعة يلا يقول صلاة ويلا يقول قدس، لا حد يجيبت من قدس. يعني قبل شوية أبو علي من الديوانية قال كلام جدا حلو، قال عفنا عمي أنا رجل مو مال السياسة وهالسوالف ما أفهم بيها، لكن هم ليش ما يجاهدون في سبيل نهضة هذا البلد؟ ليش ما يقاومون مثل ما قلنا؟ ليش ما يقاومون الفقر والبطالة؟ يقاومون الفساد؟ ليش ما يقاومون الظلم الموجود؟ المخدرات؟ يعني ليش ما يقاومون ذني؟ على الأقل عالجوا المشاكل بالداخل، اشتغلوا للعراق، ليش ما سووا ذني الأمور؟ هاي مسؤولون هم يريدوا أستاذ العزيز، هم يريدوها، هم مدين البشر، هم دمروا التعليم، هم دمروا الصناعة. يعني اليوم على نفسه ما ادري شو يطلع معمل ما ادري شنو ما ادري وين، والله يريد يزيلوه ويسوون قطع سجنية، يعني هاي من راح تاخذه؟ طبعا لا تستغرب باكر عقبه تطلع يعني شغلة جديدة على حندز مساعدات الغزة، والله أعلم إيش قد حيروح بها هالمساعدات إذا صار هذا الموضوع. لا يصير أستاذ العزيز وكذا المليار. نعم. تحكي لي وين راح تروح بجيب منه؟ إي صحيح. هاي تذكر بالبداية مصارة النازحين من النازحين بالمناطق الغربية، صار عليها ذاك اسمه أبو الأنبار، من صار هو عليها المليارات وين راحت؟ ومن يجي يحكي يقول لك أني شنو أنت؟ طيب أنا صحيح، أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا سيد أبو عبد الله من صلاح الدين. راح نكمل إن شاء الله مشاهدينا الكرام عقب باكر قضية الطوفان الأقصى وموضوع ميليشيات إيران وهاي الشعارات إن شاء الله في حلقة منبر الرافدين يوم الخميس بتفاصيل أكثر مع ضيوف محترمين، وحضراتكم أيضا متاحين للمشاركة معنا إن شاء الله وفق الأرقام وبالوقت المحدد يوم الخميس بنفس توقيت حلقة اليوم بالعشرة وخمس دقائق مساء بتوقيت بغداد. انتظرونا وتابعونا، حننزل بتفاصيل كثيرة تتعلق بدور إيران ودور ميليشياتها وشنو اللي جنوه من هاي الشعارات ومن هاي التجارة اللي صارت هي تجارة قادمون يا أقصى والمقاومة وغيرها، هاي الشعارات إيش قد ربحوا من وراها. إن شاء الله سنناقش هذه الأمور بتفاصيل أكثر، لكن بهذا نصل إلى ختام حلقتنا مشاهدينا الكرام. شكرا جزيلا لكم لطيب المتابعة وإلى اللقاء.